بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي، ان شاء الله هنبدأ مع حضراتكم النهارده سلسلة جميلة خالص، ونبدأ نشرح فيها ما تبقى من منهج الترم الثاني، طبعا نظرا للظروف اللي بتمر بيها مصر كلها. يعني عشان ما نتقدرش في الموضوع، ربنا يعافي الجميع يا رب، ويحمي مصر ويحمي باقي دول العالم. هنسلم ده يا شباب ونبدأ نتكلم على الجرامر بتاع يونت 14. جرامر يونت 14 جرامر بسيط جدا وسهل جدا، واحنا بدأنا نشتغل عليه من زمان. الجرامر بيتكلم على البريزنت بيرفكت، المضارع التام، وتصرفات طبعا واستخدامات المضارع التام، وازاي نحول المضارع التام من المبني المعلوم الى المبني للمجهول. تمام، هنسمي ده. طبعا المضارع التام هيبدأ بداية خالص، التكوين بتاعه بيتكون من have او has plus الباست participle اللي هو التصريف التالي. كما لا يخفى عليكم، لازم نبقى كلنا على درايه وفاهمين ان have هتاخد بعض الضمائر وhas هتاخد بعض الضمائر الباقيه. فنلاقي مثلا have هتيجي مع I we you they، وكمان اي اسم جمع، ولكن هنلاقي هاز هتيجي مع هي شي ات واي اسم مفرد. يبقى كده تكوين المضارع التام من ابسط الازمنه، بيتكون من هاف وهاز بلس فاست بارتسيبول اللي هو المضارع التام، بيتكون من هاف وهاز والتصريف التام. طيب نسمي ده ونبدا ناخد بعض الامثله البسيطه ونبدا نشوف الموضوع هيمشي معانا ازاي. نقول مثلا I have played tennis. I have played tennis. الجملة هنا يا ولادي الفاعل فيها I هيجي معاها الفعل المساعد have، وبعد مين التصريف الثالث، يبقى have plus the past participle، يبقى انت كده كونت المضارع الثاني. طيب السؤال المنطقي اللي كلنا لازم نبقى فاهمينه بمنتهى السهولة والبساطة، ده زمن المضارع التالي. الجملة هنا يا شباب بدأت مين؟ بالفاعل. الضمة بدأت بالفاعل، يعني من قام بالفعل، فالجملة هنا بقت مبني للمعلوم. طبعا احنا في أثناء الدرس هنوضح ايه الفرق بين المبني المعلوم والمبني المجهول في المضارع التالي. طيب الجملة دي لما أحب أنفيها، عايز أعمل فيها نفي، بمنتهى البساطة فين الفعل المساعد؟ الفعل المساعد هاف، الفعل المساعد هاف، خلاص يبقى كلمة هاف هزود عليها نقط، أو الاختصار بتاعها إن أبوستروفي تي. يبقى نقول I haven't played tennis. I haven't played tennis. يبقى أنت كده عملت جملة خبرية في المضارع التام، وعملت جملة نفي في المضارع التام. كده الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. طيب ناخد على نفس الجملة، لما أحب أعمل طبعا نكتب هنا النفي. طيب لما أحب أعمل سؤال، أنا عايز أعمل سؤال بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة أنا عندي كم فعل مساعد؟ عندي فعل مساعد هاف، وهنا خدت هاف. طيب خد كمان نفس الجملة، لما أحب أعمل عليها نفي عملناها وفهمناها إن إحنا نعمل نوت بعد ما اجيب الفعل، بعد ما اجيب الفعل مساعد. طيب عايز اعمل سؤال، فانا عندي نوعين اثنين من الاسئله، سؤال بهم وسؤال باداه استفهام. السؤال او هل دائما يبدا بالفعل المساعد، احنا عارفين ده ما فيش مشكله خالص، خلي بالك من الجزء دوت عشان طبعا انت عندك سؤال محادثه وده هيفيدك جدا في اجابه سؤال المحادثه. I have played tennis، عايز اعمل سؤال فهبدا بالفعل المساعد، هتبقى have you played tennis؟ وعلامة استفهام. وطالما بدأت السؤال بهل اللي هو الفعل المساعد، الإجابة على طول هتكون yes أو no. يبقى نقول yes I have أو no I haven't.
طيب يبقى هنا السؤال بهل هبدا على طول بالفعل المساعد اللي هو يبقى هاف او هاف بلس سبجكت اس يعني سبجكت اللي هو فاعل بلس الباست بارتيسيبل بلس باست بارتيسيبل. طيب هيقول لي اي هاف بلايد تنس انا لعبت تنس عايز اعمل سؤال تاني عن نفس الجملة واقول له ماذا لعبت؟ يبقى هنبدأ بدلة استفهام بالمناسبة اللي هي مثلا كلمة وات. وات سوري وات هاف يو بلايد وطبعا ما ننساش علامة استفهام. وات هاف يو بلايد ماذا لعبت؟ أو أنت لعبت ايه؟ الموضوع كده يا شباب بمنتهى البساطة يبقى احنا عرفنا المضارع التام زي ما احنا متعودين هنبدأ نكتب الخريطة الذهنية هعمل في النص هنا اللي هو present perfect present perfect. أول ملحوظة هبدأ أتعلمها منها ازاي هعمل فيه تكوين اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو have أو has plus past participle وطبعا عرفنا مين بياخد have ومين بياخد has. طيب عايز أعمل نفي بمنتهى البساطة هجيب have أو has وأحط بعدها إن أو أستروفي تي أو أحط كلمة not. طيب عايز أعمل سؤال أول حاجة هقول سؤال بهل هبدأ بإيه؟ بهاف أو has plus subject plus past participle. طيب عايز أعمل سؤال بأداة استفهام هبدأ بأي أداة استفهام WH أي WH word طبعا يعني أي أداة استفهام وأجيب بعد منها have أو has زائد فاعل زائد التصريف التالت. ده كده كلام كويس جدا وسهل خالص. يبقى احنا بنتكلم على البريزنت بيرفكت عرفت اعمل فيه التكوين واعمل فيه النفي واعمل فيه السؤال بشقين اللي هو سؤال بدايه استفهام وكذلك السؤال بهل. تمام. طيب ايه اللي مطلوب تاني يا مستر بقى مننا نعمل ايه في الجمله ديت؟ فاضل اهم حاجه اللي احنا بنشتغل عليها في الجزء ده في الجرامر بتاع الوحده 14 ان ازاي حضرتك تحول الجمله من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول. هتلاقي الامر باذن الله سهل جدا ويسير خالص مفيش فيه مشاكل جدا. الجمله زي ما احنا بدانا يا اولادي بدات بفاعل وبعد الفاعل جبت هاف وبعدين بلايد تصريف ثالث وبعدين مفعول. فالمبني للمجهول هبدا بالمفعول. المفعول بتاعي هو كلمه تنس هبدا بيها واكتبها طبعا تي كلمه تنس وبعدين تنس دي بقت مفرد فتاخد هاف اون هاز هاز احط بعدها على طول كلمه بن هاز بن. طبعا في ناس كتير بتنطقها بين ولكن طبعا القراءه المظبوطه بتاعتها بن هاف بن وليس بين لان كلمه بين يعني فول مش تبعنا اصلا. يبقى تنس has been played by me. تنس has been played by me. طيب ايه اللي حصل هنا يا ولادي؟ انا بدات هنا بالمفعول او النائب الفاعل وجبت بعد منه has واساسي كلمه been وبعدين جبت التصريف الثالث يعني يبقى التكوين الاصلي هاف وهاز والتصريف الثالث في المبني المجهول يبقى هاف وهاز وبين وبعدين التصريف الثالث. يبقى هبدا بالمفعول احط هاف او هاز بين زائد التصريف الثالث واحط في الاخر باي والاقامه بالفعل طيب نكتب كمان مثال عشان الامور تتضح بالنسبه لنا ان شاء الله. نقول مثلا يا شباب ايه has studied English. آية has studied English. آية بدأت
بيدرس انجليزي او ايه بيدرس انجليزي. بمنتهى البساطه عايز ادي الجمله ديت المبني للمجهول، هبدا بالمفعول اللي هو كلمه انجلش. طيب انجلش ده مفرد فيبقى هاز، واجيب بعد منها بن، هاز بن استادت. طيب مين اللي درس الانجليزي؟ آية، فنقول في الاخر باي آية، يعني بواسطه آية، وطبعا المنتهى داخل اقرص. مثال كده الامور واضحه جدا. طيب ناخد كمان مثال. نقول مثلا علي has cleaned the car. يلا يا ولادي معايا، هبدا the car. The car. The car بقت مفرد، هتبقى has been. The car has been cleaned طبعا by علي. طيب يا مستر كده خلاص، يبقى الجزئيه اللي ناقصه معانا هنا اللي انا المضارع التام هخليه في المبني المجهول، هيبقى هاف او هاز بلس بين بلس باست بارتيسيبل. باست بارتيسيبل كده الجزئيه دي المفروض كمان تكون بالنسبه لنا واضحه. طيب دلوقتي يا شباب بمنتهى البساطه خالص، الجمله اللي تحت دي خلاص احنا اقتنعنا ان هي بقت باسيف مبني للمجهول. يعني ايه مبني للمجهول؟ يعني انا مش بذكر مين اللي قام بالفعل، انا بذكر الفعل ده وقع لمين، ببدا بالذي وقع عليه الفعل، ان انا ببدا بنائب الفعل اللي هي ذا كاش. يبقى ذا كار هاز بين كليند باي علي. طيب انا هقول الفكره وانت هتحل على طول. The car has been cleaned by علي. الجملة دي مثبتة. لما أحب أنفيها، هنفيها إزاي؟ هنبص على كلمة has. هنلاقي كلمة has. ده الفعل المساعد. ببساطة خالص أحط بعد كلمة has نقطة، يبقى hasn't. يبقى the car hasn't been cleaned by علي. يبقى لو أنا هكمل كلمة الجملة دي هنقول the car بدل has هخليها has not. يبقى the car hasn't been cleaned by علي. تمام؟ تمام. طيب يعني انت لما تحب تعمل استفهام في الجمله دي، يعني سوري لما تحب تعمل نفي، هتيجي على هاف وهاز وتحط بعدها ايه؟ نوت. حط بعدها نوت، يبقى انا عايز اعمل نفي في المجهول. نفي في المبني للمجهول. بمنتهى البساطه خالص هتبقى القاعدة بتاعك have أو has زائد not plus been plus past participle. ده كلام كويس. طيب الجملة كده لما أحب طيب الجملة ديت اللي تحت برضه لما احب اعمل عليه سؤال، زي ما انتم عارفين بمنتهى البساطه خالص هبدا بالفعل المساعد. الفعل المساعد مين؟ هاز. هيبقى هاز ذا كار، هاز ذا كار بن كليند. طبعا تكمل في الاخر وتقول باي علي، وممكن ما تجيبهاش ويبقى الدنيا برضه بالنسبه لنا ما فيش فيها مشكله خالص. يبقى المضارع التام لما احب اعمل فيه نفي في المبني للمجهول يبقى هاف او هاز نوت بين والتصريف للتالي. طيب لما احب اعمل استفهام في المبني للمجهول، استفهام في المبني للمجهول عندي كام نوع من الاستفهام؟ اثنين، هتلاقي بمنتهى البساطه يبقى هاف او هاز بلس، طبعا هنبقى كابيتال مش هنبدا بيهم، بلس فاعل او سبجكت او نائب الفاعل، نائب الفاعل، وبعد كده اجيب بن، وبعدين اجيب التصريف التالت. بالتالي كده الامور ان شاء الله تبقى واضحه جدا ومفيش فيها مشكله خالص. يبقى هاف وهاز بن. طيب لما احب اعمل سؤال ده كده سؤال مهم. طب
طب احنا بنعمل سؤال ب question mark دبليو اتش question نفس الفكره اللي فوق واحط في الاول اداه استفهام بلس هاف هاف بلس نائب فاعل بلس بين بلس باست بارتيسيبل. طيب يجي لك حته بقى ركز معايا يا ولادي، يجيب لنا حته في الامتحان ويقول لك مثلا سلمى has washed the dishes. سلمى has washed the dishes. ويجيب لك داخل الاقواس، طبعا في الجزء الثاني يجيب لك داخل الاقواس يقول لك مثلا عايزين نبدا ب the dishes. هتبدا ب the dishes. هتبدا بيها ازاي؟ بمنتهى البساطه خالص. يعني هو هنا عايز يقول لك حول الجمله دي من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول. يبقى هبدا the dishes has been cleaned. وطبعا ده كان الحريه تقول في الاخر باي سلمى او ما تقولش، يا اما تقول باي سلمى في الاخر او ما تقولش. طيب يبقى هنا يجيب لك the dishes. طيب يجيب لك الجمله بشكل مختلف يقول لك مثلا شريف يقول لك ركز ركز مع شباب يقول لك شريف has studied مثلا French. شريف has studied French. وبدل ما يقول لك ابدا مثلا بفرنش، ممكن تاخد طبعا كاف كابتن عشان دي اللغه، بقى يقول لك ابدا بكلمه فرنش، يقول لك شغل كلمه بن. فالاجابه طبعا هنقول فرنش هاز بن، فرنش هاز بن استودد باي شريف. طبعا الجرامر ده لما نبدا نتوسع فيه بقى في المرحله الثانويه هيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا اكتر من كده، لكن احنا كده يعتبر بادئين في الموضوع. يبقى احنا كده اتكلمنا على البريزنت بيرفكت وعرفنا ازاي بيتكون في المبني المعلوم والمبني المجهول، واعمل نفي واعمل استفهام، وازاي ابدا اعمل تشكيله في الجمل دي، والامر باذن الله يبقى سهل علينا جدا وبسيط جدا ومفيش فيه مشكله خالص. طبعا فاضل اخر جزئيه واحده، استخدامات المضارع التام اصلا بيستخدموه فين؟ حدث بدا في الماضي ولا زال مستمرا، او حدث بدا في الماضي وانتهى منذ وقت قليل، او حدث بدا في الماضي